وعقب فوز المنتخب الوطني خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات فرح عارمة في مختلف الميادين تعبيرا عن فرحتهم بالتأهل إلى نهائي البطولة القارية. وشهدت الميادين الرئيسة في غالبية أنحاء مصر تدفق آلاف من الأسر والشباب والأطفال، وأطلق المحتشدون الألعاب النارية التي اكتست بها سماء القاهرة تعبيرا عن فرحتهم بالانتصار في مشهد يعكس الفرحة التي جمعت أبناء الشعب.